انا معايا محسن الطباخ، احد اصحاب المقابر في طنطا اللي الترابي سرقها وهم اكتشفوا الحكايه دي. يا حاج محسن. السلام عليكم. عليكم السلام، ايه اللي حصل عندكم يا عم محسن؟ اللي حصل ان في يا فندم قرار طلع من مجلس المدينه بان في واحد متبرع للترب الصدقه الجاريه انه هيرممها، قرار ترميم، ولابد في القرار من الرجوع الى اصحاب المقابر اللي لهم عيون فيها، والرجوع الى الناس المدفونه فيها اهاليهم، والا يعتبر التصريح لاغي. ده نص التصريح بالظبط اللي طلع له. هو خد التصريح دوت، لا رجع لاصحاب المقابر ولا رجع للناس المدفونه فيه، وراح اشتغل وهد الترب منه لنفسه ورمى الجثث في الشارع. يا نهار، انت متخيل ان احنا بنلم جثث الناس من الشارع؟ لا اله الا ما بين الله. ايادي وجماجم، وكل ده متصور، كل ده متصور في الفيديوهات. وبعدين طبعا بعد ما اتصلنا بيه فوجئنا ان هو بيتهرب. مشكورا مع الاستاذ الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم تاني، نزل وراح جابه الساعه 2 بالليل، وتم القبض عليه وتم عرضه على النيابه النهارده الصبح. وهو طبعا بينكر الواقع بان هو قال انا ايه رجعت للناس، ومكتوب ان لازم يرجع للناس بموافقه كتابيه. بعد طبعا ما حصل كده تنصل من الموضوع، لان الموضوع دلوقتي بقى قضيه راي عام، والناس كلها عرفت في طنطا ان دي في المقابر الصدقه دي مدفون فيها طبعا مئات الناس اكيد. فطبعا كل واحد بيدور على ابوه وعلى امه، وفي واحد ميت من اسبوع يقول لك انا عايز جثه ابويا، دفنه من اسبوع مش لاقيها، مش لاقي الجثه، مش لاقي الجثه، وقالب الدنيا في المقابر ويقول لك اصل اللودر جه شالهم ورماهم على كوم الزباله. طب انت مين اداك الاذن بالكلام ده؟ مين اللي قال لك تعمل الكلام ده؟ هو طبعا دلوقتي في النيابه وركن التحقيقات. الاسعار المقابر هناك دي كام يا عم محسن؟ اسعار المقابر هناك 500,000 جنيه، لان دي مقبره على شارع رقم 5، شارع رئيسي. 500,000، نص مليون جنيه. هو كان عايز يعمل ايه؟ الخمس مقابر يصغرهم ويعملهم 8 مقابر، ويرجع 4 وياخد 4 لصالحه. يا سلام. كل ده تم اثباته في المحاضر الرسميه. يا حول الله يا رب. انا بشكرك. حتى حرمه المقابر ما عادش لها. مفيش. طب الناس ما لقيت تم تنفيذ كل دوت، ولكن السيد وكيل النيابه اصدر قرار بوقف كل الكلام ده، وهو رهن التحقيقات دلوقتي. بشكرك وهنتابع معاك الموضوع. شكرا استاذ محسن. شكرا الطباخ من طنطا، بس الموضوع تحول لتجاره. المقابر اهو بقول لك المقبره بنص مليون جنيه كده. مش الحي ابقى من الميت بقى، لا ده كده الميت اغلى من الحي. لا اله الا الله، مش مصدق اللي انا بسمعه.